عايز حضرتك يعني مجهود بدني ومجهود نفسي ومجهود وضغط ان انتوا تقنعوا الاطراف ده كل ده. واحد تاني ممكن يقولك طب ما يروحوا يشتكوا في المحكمة ويفضلوا سنوات في المحاكم. انتوا بتعملوا ده بهدف ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية برحب بقناة الحياة سعيد مصر والقائمين عليها، وبرحب بسيادة الدائب محمد بيه مصطفى سليم، وبرحب بلجنة المصالحات الموجودة معانا. طبعا اي مشكلة حضرتك بتعرض علينا، طب سواء اي واحد من لجنة المصالحات، طبعا بعد ما تتعرض جت لي، جت للحاج محتمد، جت لاي واحد من لجنة المصالحات، بنعمل اجتماع وبنطرح المشكلة مع بعضينا، ونقوم برضه بنشرك طبعا اعضاء مجلس الشعب برضه معانا، وبعد كده بنخط عاد خطوة في الطريق الصحيح، بنقعد مع بعضينا، بنتوجه لأي طرف من الطرفين. في الأول طرف بنسمع كل اللي بيقوله، وبنروح للطرف الثاني بنسمع له أقواله برضه حضرتك، وبعد كده بنشوف أساس المشكلة، وبنحاول عاد حضرتك نخش كده بكل مجهود كده، ونحب بمساعدة طبعا رجال الأمن الأوفياء في مركز ديروط حضرتك، وفي المديرية ولجنة المصالحات في المديرية، وبنديهم خبر، وهم بيسهلون حضرتك برضه أي عواقب بتبقى قدامنا كده بيسهلوها لنا، وبيحضرونا ويجيبونا المسألة أو متهم مثلا في السجن، بيقعدونا ويطلعوه ونقعد معاه، بيجيبوه من الحجز وبيجيبوه من السجن وبيقعد عشان يقول رأيه برضه، بيقول رأينا، ونحب نمثل فيه برضه، نقعد معاهم ونشوف يا الوضع احنا عايزين نحل المشكلة دي، كفاية دم كفاية بتاع، ونبضل ضغط برضه، وفي مشاكل يعني بتاخد مننا شهور عشان نحلها، وفي مشكلة برضو بتاخد مننا إياه. يعني في حضرتك أقرب مشكلة حصلت في قرية من قرى مركز ديروط، كان ولد عم بعضيهم، حصلت بمحض الصدفة كده، فبرضو فيه اتنين قتلة ماتوا في المشكلة دي. من أول الوهلة رحنا ليهم، استجابوا لضمير العقل والحكمة، وما فيش اتهامات، ما اتهموش بعضهم في النيابة، والتالت يوم عملنا صلح فيها، ثالث يوم عملنا صلح. وفي مشكلة في قرية من القرى بمركز ضرورة، أدينا دلوقتي 4 سنين عم نحل فيها، ولسه قاعد آخر قضية لسه متداولة في المحكمة، وتعبانين على أساس ناخد الشاهد فيها عشان يدلي بأقواله عشان نطلع المتهم في قضية شروع. يعني حضرتك بتاخد مننا وقت، وبس برضو احنا بنشكر برضو رجال الامن اللي هم بيساعدونا برضو في حال المشاكل، وخاصة برضو عندنا مأمور مركز ديروط العميد محمد عبد الله، راجل محترم، راجل بيقعد معانا وبيسهر في الليالي عشان يجيب لنا الحلول برضو من الموجودين عنده في المركز، وسيادة رئيس المباحث مركز ديروط خالد بيه، ورئيس الفرع طبعا حضرتك، ورئيس مساعد المدير، كلهم بيشتركوا في حل اي مشكله تعرض علينا، وبيساعدونا برضه في حلها. طب انا عايز اسال حضرتك، في حاله لو انتوا عملتوا حل واخدتوا ضمانات، فرضا لو جت عيله نقضت الاتفاق ده، ايه الاجراءات اللي بتقدروا تاخدوها بعد كده؟ يعني حضرتك اول حضرتك من نقعد برضه فيه محاضر صلح عندي كويس، وفي شروط بنكتبها على العليات، وبيمضوا مع حضرتك لو فيه لمؤاخذه حضرتك واحد نقض الاتفاق اتفقنا عليه، برضه بنحاول يعني مش بنسلم على طول الورق للطرف الثاني بسهوله، لا بنحاول برضه نضغط على الطرف ده ونفهم الفضل، وربنا في الاخر بيكلل جهدنا ويستجيبوا برضه ونحل المشكله. يعني مش بنسلم للطرف على طول بسهوله، يعني حكايه المخز عشان يرفع القضايا على الطرف التالع، بنحاول برضو نبقى معانا وقت من الجهد كده، ونقعد معاه وبرضو نساهم، ونجيب برضو اللي يأثر عليها برضو. يعني احنا مش هنأثر فيه، برضو واحد نعرف انه هو بيأثر عليه وبيسمع كلامه، بنجيبه بنقول له خد خش معانا في الحته دي عشان لما اخذ نحل المشكله دي، وفعلا وربنا في الاخر بيكلم جهودنا ونحل المشكله برضو. تمام.